فسؤالي عشت إيماً، فمن هي المرأة التي تدين ليديها أو لقلبها بقامتك المحبوبة اليوم، وأنت اليوم نجم عن امتداد العالم العربي؟ في البداية أدين لعمتي والأخت عواطف، أدين اليوم بالكتير. يعني أختي مش أكبر مني بكتير، بس هي كانت أمي البديلة بعد والدتي سنتين. بعد والدتي ما اتجوزت. عمتي دي رغم عصبيتها صوتها العالي أحيانا، لكن كانت يعني الصدر الحنين ليا بجد. بعد كده صاحب الفضل في ان انا ابقى نور الشريف النجم الكبير، بوسي ومامة بوسي. نعم. دي حقيقي. طبعا اسم نور الشريف، نور في البيت، والشريف اختارته اختي عواطف. اختي عواطف كانت بتحب الفنان عمر الشريف. عمر الشريف، وانا بحب عمر الشريف وما زلت. وحبيت الاسم ده جدا، لان انا كان اختاروني امثل روميو وجوليت وانا طالب في المعهد اللي حضرتك ذكرتيها في المقدمه. فجم يسالوني محمد جابر ما ينفعش يبقى روميو. قلت لهم انا في البيت اسمي نور. قالوا نور كويس، معقول نور يعني. جابر لا، نور جابر ماليش موسيقى. فقالوا لي، قلت لهم ارد عليكم بكره. رجعت لاختي عواطف قلت له ما تسمي نفسك نور الشريف. وجت من هنا. بس انا مغير ورقي رسمي بعدين قبل ما نخلف انا وبوسي. غيرت ورقي رسمي، بقى غيرت الاسم نور الشريف. ولو كان ربنا اراد وخلفنا ولد كنت اسميه محمد. بس يعني الف حمد والف شكر، ربنا اداني بنتين ساره ومي.